كما أكد الرئيس السيسي أن سيناء أمانة غالية في أعناق جميع المصريين بعد استعادتها وتقديم تضحيات جليلة من أجلها. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تعمير سيناء وتنميتها بما يتناسب مع طموح المصريين للوطن، مشيرا إلى تضحيات أبناء مصر الذين سالت دماؤهم فوق هذه الأرض الغالية، سواء لاستردادها من الاحتلال أو لتطهيرها من الإرهاب. إن سيناء أمانة غالية في أعناقنا جميعا، نحن المصريين استعدناها بثمن مرتفع وقدمنا من أجلها تضحيات جليلة، وبات علينا واجب تعميرها وتنميتها بما يتناسب مع طموحنا العظيم لوطننا، وهو ما بدأنا فيه بالفعل بحجم أعمال لم تشهده من قبل، فتم إنفاق مئات المليارات من الجنيهات، وهو إنفاق مهما زاد لا يعوضنا قطرة دم من دماء أبنائنا الطاهرة التي سالت فوق هذه الأرض الغالية، سواء لاستردادها من الاحتلال أو تطهيرها من الإرهاب. وهي الحرب الأخيرة التي امتدت أكثر من 10 سنوات كاملة، وسيأتي اليوم الذي نقص فيه بالكامل روايتها، ليعرف الجميع أن المصريين عازمون على الاحتفاظ بكل ذرة رمال في بلادهم وتنمية مواردها وتطويرها، والانطلاق بمصر من خلال بناء مقومات القوة الشاملة اقتصادياً وتكنولوجياً وتنموياً، لتصل مصر بإذن الله وفي وقت ليس بالبعيد إلى المكانة التي يصبو إليها شعبها العظيم وتتسق مع تاريخها المجيد. عاهدت الله وعاهدتكم. على أني لن أدخر جهدي ولن أتردد دون تضحية مهما كلفتني في سبيل أن تصل الأمة إلى وضع تكون فيه قادرة على رفع إرادتها إلى مستوى أمانيها.